حديث المرأة لعوائل الشهداء في تربسبية، ندين ونستنكر المؤامرة الدولية الفاشية الرجعية التركية ضد قائد الإنسانية في 15 شباط اليوم الأسود. صاحب الفكر الحر القائد المناضل عبد الله أوجلان، في كل ذكرى اعتقال قائد عبد الله أوجلان سوف نرفع مشعل المقاومة ضد الطاغية الفاشية. بالنسبة لنا تبقى قضية القائد ومشروع الأمة الديمقراطية من أولويات مشاريعنا، وتبقى حق تقرير مصير الشعوب المنطقة وخاصة الشرق الأوسطية حقيقة حقيقية يجب على العالم أن يراها. أفلست الدولة التركية أمام مقاومة القائد في سجن إمرالي، سوف ترغم العدو والعالم على الاعتراف بإرادة الشعوب ومشروع القائد الديمقراطي الذي يمثل جميع المكونات مستمرة بكل أطرافها، وتضليل الإعلام التركي باتت مكشوفة، والتاريخ الشاهد على فصل المصير عن الهدف وتزييف الحقائق عن طريق منع المحاميين أمام مرآة أعين العالم وحقوق الإنسان عن مقابلة موكلهم القائد عبد الله أوجلان والإطمئنان على وضعه الصحي في سجن إمرالي. وإيديولوجية القائد جعلت من ثورة تزداد وتستمر وتبقى طليعة الثورات غابة الأخلاق على أردوغان وأتباعه. دخل اعتقال قائد عامها 24 صاحب فلسفة وفكر ونهج ريادي والمفكر التي تآمرت كل الدول الرجعية مثلا كينيا وتركيا وغيرها ضده، وهدف منه إخماد الثورة الشعبية ورؤية المفكر القائد عبد الله أوجلان الذي يعتمد على العيش المشترك وأخوة شعوب الشرق الأوسطية خاصة ووحدة المصير. والمفكر القائد عبد الله أوجلان سجين النظام الاستبدادي التعسفي الإرهابي خلافة الإرهابي أردوغان ومنبعها، وعلينا نحن ككتاب ومثقفين وساسة وفنانين والثوريين ومنظمة المرأة الدولية والكردية خاصة وحركة المرأة الحرة والأمهات وزوجات الشهداء يجب أن يكون هدفنا أساسي حرية القائد فيزيكيا، لأنه بفكره الحر أنار فكر العالم وأراد أن تكون المرأة سدا منيعا أمام من يكسر إرادتها وكسر الحاجز العبودية، وإرادته القوية جعلنا نستمر ونستمد منه قوته وإرادتنا وتصدي كل المؤامرات الدولية ضده وضد شعوب المنطقة ولتجريد الأمم من لغته وثقافته وطمس هويتهم. والتاريخ الشاهد على تضحيات القائد أبو لصون كرامة الإنسان الحر سحقا لأيادي المتآمرين الملطخين بدماء الإنسانية. وهل عقوبة النشر الإنسانية وحماية حقوق الشعوب وحق دفاع المشروع السجن؟ أين حقوق الإنسان؟ ولتشهد الأمم إننا أمة قوتها من القائد المضحي الوحيد لشعبه، ولننعم بسلام نحن كلنا فدائيون لفكرك الحر. قائدي نجدد لك عهدنا، نحن أمهات وزوجات الشهداء وننحني إجلالا وأكراما لمقاومتك التاريخية بأننا لا حياة بدون القائد أبو. وليعلم عدو أي ضرر لشخصيتك العظيم سوف نجعل تركيا جهنم فوق طغيان. نطالب بإفراز القائد الأممي في أقرب الوقت، ونكرر لا حياة ولا الحرية ولا العيش بدون القائد عبد الله أوجلان. الحرية لقائد أممي عبد الله أوجلان، المجد والخلود لشهداء الحرية. مجلس المرأة لعوائل الشهداء في تربسبية.